السلام عليكم يا جماعة الخير، اخباركم ان شاء الله طيبين. اليوم عندنا مقطع جديد من سلسلة جراند فايف الحياة الواقعية بالسيرفر الاسطوري هذا يا جماعة. اليوم ام كانوا جدا متحمس لان يا شباب تعرفون يعني في بعض الاشياء لازم نسويها ولا بد ان نسويها يعني بالبداية. قبل أن نكمل يا جماعة الخير حاب أتكلم عن موقع أسطوري جدا اسمه هيت بو أونلاين. هذا الموقع يا جماعة تعطيه أي فيديو عندك، يعني أنت مو عجبتك الجودة كثير يعني، ولكن هذا الموقع راح يساعدك بأنه يخليه جودة الأحلام، يعزز من ناحية الدقة من ناحية الجودة من ناحية يخليك فيديو 4K زبدة يعني. أول ما تفتحوا الرابط يا جماعة الخير راح يوديكم لهذه الصفحة. طبعا راح نلاحظ بالبدايات عندنا فيديو كذا بسيط يخبرك إنه إذا أنت عندك فيديو بهذا الشكل في شوية تغبيش نوعا ما بدك تخليه بهذا الشكل. شوف الفرق بين قبل وبعد مو طبيعي والله يا جماعة، راح نجرب مع بعض لما راح نشوف. أوكي فراح نضغط هنا معانا على هذا الزر يا جماعة الخير راح يودينا هذه الصفحة لك اختار الفيديو. لاحظوا الآن الأوريجينال كيف بيكون فيه تغبيش والأساسي بيكون كذا يعني. أنا صورت مقطع بسيط قلت يلا خلينا نجرب له. أوكي أوكي يا جماعة الخير ورا ما حطينا الفيديو راح تشوفون هنا مكتوب عندنا الأوريجينال وهنا عندنا الهيت بو أي آي يا جماعة الارتيفيشال انتليجنس يا حبيبي. هنا عندك ذكاء اصطناعي خارق. حط هذا الجيم بريفيو هنا عشان تشوف إيش راح يصير معك. طبعا هو الآن الجود راح يحسنها، راح تضرب بضع دقائق فقط أو بضع ثواني خلص المقطع. شوفوا إذا كانت الألوان محلى هنا ومأبشعة هنا يا جماعة نايس والله. ديك بعد كده تضغط على زر الداونلود هنا وتحمل الفيديو بشكل مباشر يا جماعة الخير. طبعا عندك ايضا ديك تسوي الانيميشن مود، راح تضغط هنا على هذا الزر مثلا بعدين تسوي هنا معنا بريفيو، تنتظر شويتين وراح احول لك شخصيتي الى شخصية شبه كرتونية كذا. لاحظوا كيف صارت كرتونية بشكل يا الله ورمشة بصري والله. بديك تتسلى فيها في اشياء جدا كثير، طبعا بديك تلونها بهذا الشكل. لاحظوا المتغيرات بالاعلى، لاحظوا الاشياء هنا يا جماعة الخير، كل شيء بتحطه اياه بتعطيه هو راح يفهم لوحده وراح يضبط لك اياها لان في ذكاء اي اي جدا خيالي يعني. وايضا يا جماعة الخير بنفس الموقع عندك عدة ادوات مو بس تعديل الفيديوهات، عندك تعديل الصور ايضا، عندك يا جماعة خير الوتر مارك ريموف يمسح لك اي وتر مارك موجود على الصوره مثل هذه موجود عليها يعني. ايضا عندك تمسح الخلفيات، شوف الان كيف يخليك خلفيه. شباب الموقع اسطوري جدا ترى والله يا جماعه ما امزح معكم. هذه كمان ايضا يشيل لك الوتر مارك تبع التيك توك، اذا في حال حملت فيديو على التيك توك حصل تيك توك بالاعلى فهذا الشيء راح يمسح لك التيك توك يعني. فيا جماعه الرابط راح يكون موجود بالوصف يعني. موقع جدا رهيب فيه مزايا جدا كثيره، انصحكم تجربونه وتشوفونه وصدقوني ما راح تندموا ابدا. في بعض المعلومات ايضا الدسمه والطازجه اللي راح تشوفون اصلا فلوسي الان مصفره نوعا ما يا جماعه. مام كانوا فين راحت ال 500 مليون اللي كانت معاك ممكن؟ صفقة العمر من جديد يا ممكن؟ لا 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 مستحيل كذا. اي نعم يا جماعة راح اتكلم عن اشياء جدا كثيرة، لذلك يا جماعة اتمنى انكم تضغطون على زر لايك يعني وتجيبون شيء تتسلون فيه لان مقطعنا راح يكون جدا اسطوري يا جماعة. وبنفس الوقت اللي حاب يدخل معنا السيرفر راح تحصل رابط موجود بالوصف يا عزيزي، لا تنسى تخش معنا السيرفر. وهذه طريقة تسجيل بسيطة اللي حاب ينضم معنا ويلعب بالسيرفر يا جماعة. ترى عدد جدا كبير جاء منكم بالفترة الأخيرة وشكرا جدا لكم وتعالوا كلكم أكثر وأكثر. يا جماعة والله في جراند كوين ايزي تحصل، شوف بعد 4 ساعات راح احصل 8 جراند كوين، يعني شيء بدك تحصل 40 جراند كوين ترى. في عداد أنت بتحطه بذات نفسك كم ساعة تلعب وبتحصل الفلوس اللي انت تلعبهم يعني. كل ما عليك فعلا انك تضغط على الرابط موجود اسفل هذا المقطع، كل اختصار راح يوديك لهذه الصفحه مباشره، راح تحط هنا معانا ستارت بلاينج وراح تقول اي نعم انا عندي جراند اصليه لانك بيكون عندك جراند اصليه يعني، تختارها الانجلش 3 نحن نلعب السيرفر الثلاث، بدك تحط هنا اسمك اسم العائله ايميلك كلمه سرك بعدين تسوي ريجستريشن. بعد ما تسوي هذا الامر راح يحمل معك لانشر خاص باللعبه يمديك من خلاله تدخل بضغطه زر واحده فقط الى السيرفر الاسطوري نحن نلعب فيه، الرابط راح يكون موجود بالوصف يعني. اتمنى كلكم تجون يا جماعه الخير. اول شيء بسويه يا جماعه الخير اني بغير هذه الملابس لان هاني صراحه صرعني بالامس يقول لي غيرهم ملابسك مو حلوين ما بكالج الملابس المعفنه والله لعيونك ذي هاني. شوف ذا المقطع ما ادري والله بس يلا ان شاء الله تشوف ذا المقطع. شوف شوف شباب شوف شوف تصفيه الملابس هنا. شوف يا عزيز شوف في عندي كذا وحده خاصه حاط فيها الاحذيه بالكامل يا شباب، والله اني صرت منظم بشكل مو طبيعي. اول يوم بنعدل سيارتين كمان يا جماعه الخير، لازم نعدل في جدا متحمس اعدل يا شباب سياره الاحلام اللي صار معنا في هذا المكان. سياره الهامر شباب هذه بنعدلها 100% اليوم يا جماعه، بحط لها تعديل اسطوريه. ولكن ما وريتكم شوفوا شباب الشكل هذا كيف خليت الان السياره ذي، هذه الكونيكزيك جيميرا يا جماعه الخير هذه. شوف محلاها شوف شوف والله شوف هذه السياره اللي سعرها كل مره انسان سعره تقريبا 15 مليون يا جماعه. شوف الباب كيف يفتح بالله تقولي المحلول يا جماعه والله احسها فخامه. حطيت كذا بالله تقييم من 10 الان عن هذه السياره يا جماعه. تمام على سيره السياره لازم ناخذ صوره يا جماعه للدفتر هذا والله لازم ضروري جدا، ابيكم كلكم تسوون تصويت يا شباب بالله عليكم يا جماعه. بنسوي الان بحط صوره بتسوي لها تصويت بالله شباب هذه الصوره تفوز يعني اللي رجعنا ان شاء الله لو سمحتوا بليز يعني. طيب اوكي والله هذه السياره حلوه صراحه ما اكذب عليكم بس لا حد يصوتوا يا جماعه صوتوا لي اوكي. بلقي نظر سريع على السيارات ايش في احلى سياره؟ الله كلهم بيض يعني صراحه ايش دي السيارات؟ هذا شلون منزل نفس السياره مرتين؟ شباب غشاش ده والله منزل نفس السياره وهذا كمان منزلها مرتين. يا جماعه في ناس شيتري والله غلط حبيبي. اشوف احلى السياره ذي الى الان يعني بس انا راح انزل احلى منها، ابيكم كلكم تسووا كاست فوت يا جماعه عشان السيارات تطلع في هذا المكان. كان ودي اخبركم انه نحط تصويت لصوره بالفاميلي كذا صورتنا يعني بس شوفوا الشاشه تطلع صغيره ما عجبتني يعني، فانا ابي شغله كبيره ابي شغله خاصه فيني كذا تكون سياره. يا جماعه بالله عليكم لا تقصروا، خليني اختار سياره حلوه باقي 15 يوم ابي كل يوم اذكركم انه تسوون تصويت لهذه الصوره عشانكم اساطير واعدري فيكم ما تقصرون يا شباب. والله اني انا واثق فيكم مثل اسمي لان اسمي ممكن واثق فيكم. عدلت هذا اللون كمان، عدد كبير جدا منكم خبرني ممكن المرسيدس هذه فضحتنا بهذا اللون الازرق والله كان
معكم حق. بلش رايكم باللول الان؟ والله صارت فخامه شباب، اللي ما يعرف دي سي ار ايش بوريك بعد شوي عشان لا تشوف كم جراند كون معي، لان اشوف عينك اصيدك لا تشوف كم. اوكي هذه الجي ال سي 300 وهذيك ايش هذيك؟ طيب هذه والله انها اسطوريه، والله انها اسطوريه شباب. هذه الجي ال اس 600. على العموم خليني اغير ملابسي بس شويتين الان كذا على السريع يا جماعه، ما بطول. اوكي بغير ملابسي، ابي البس كنزه ممكالو صراحه، يعني بلبس ملابسي التقليديه العاديه هذول اللي بحبهم انا نوعا ما يا شباب، بغيرهم والله. اوكي هذه ملابسي شباب التقليديه، لاني جبت الفوكس هذا اللي على كتفي شايفينه الان، صار جدا اسطوري صراحه. احس فمي ناقصه شغله واحده بس فقط. الله عليك يا ممكالو صار اسطوري الان. ودي اخذ صوره لهذه السياره يا ترى، ولا ناخذ البوغاتي شيرون يا جماعه؟ للامانه انا محتار والله، بس ما باخذ صوره هنا جوا البيت يعني، ناخذها من مكان برا. يا ترى يمديني اضغط زر افتح الباب السيارات بالكامل ولا لا؟ ما اتوقع يمديني صح؟ لا مستحيل صراحه شباب، ما ادري زي، لا والله ما يمديني، حديني افتح ذي والله. يا ولد افتح الباب. اتركها ايوه نايس، خليها كذا نايس وان، اتركها اتركها انزل نايس، يمديني اسويها والله. او شيت، روح نختار مكان حلو، نختار ذي السياره يا جماعه اوكي، لان نادره ذي السياره شباب نادره والله. اوه العب يا مدير العب والله اسطوريه والله. بروح اختار مكان خرافي، ولازم اسرع بالمكان هذا والله، ما لازم اطول فيه. تدري ايش اختار؟ ورا بيتك يا ممكالو، احس ورا بيتك بيطلع هنا بيرفكت. يابا عندي شطرنج، انا عندي شطرنج والله، انها بيرفكت. او ماي جاد هنا بيرفكت، راح تطلع الصوره. ايوه نايس وان. نبي ناخذ، شوف فن التصوير اول شيء، تجي لهذا المكان تمام، تسوي كذا. لا اوكي هذا هذا قرب كذا 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 كذا، وهذه الصوره يا جماعه اوكي خلاص، راح نثبتها بهذا الشكل يا شباب. ابي هذه السياره تحتل السيرفر يا جماعه، راح نكتب ممكالو سكار، راح اكتب سياره ممكالو يا جماعه. كتبت يا جماعه الخير، هذه سياره ممكالو افضل سياره بالمدينه اوكي، تكفون يا جماعه سب ببلش. هاي نشرت الان، شوف تضغط حرف الكي بالجوال بتفتح، بتروح على الجي توب هنا، تضغط هنا مرتين ثلاثه ثلاث مرات، تنزل بتدور على سيارتي مكتوب ممكالو فيها، راح تشوف الصوره اصلا محتوى هذه هي. بلاش هاب كاست فوت بلاش، ابي ادخل بكره احصل نفسي بالاعلى. بس ما بعرفكم راح تقصون ابدا، والمقطع جاي راح تشوفون كيف راح يكون تصويت اسطوري والله. اي شخص بياخذ صوره وبيجي بيخبرني اخذ صوره يجي لعندي يا جماعه الخير يشوفني بعطيه فلوس والله. اوكي شباب ندخل السياره الان، ايز بيزي حبيبي، تم تعديل السياره يا عزيزي، ليتس جو مان. اوكي نايس والله شباب، انا بعدل الهامر، ولكن قبل كذا ابي اروح اخذكم مشوار بسيط جدا اشرح لكم بشكل سريع. طبعا يعني انا ما ودي اتكلم عن الموضوع كثير عشان لا احرق عليكم الاحداث، لان راح تشوفون ايش سوينا بالتحديد يا جماعه. انا مثل ما تعرفون طول كثير علي بالنسبه لاني اجيب بزنس، وانا كذا فلوس معي ما عجبتني ابدا يعني، فسنحت لنا فرصه نرجع ذكريات الماضي. اي نعم ذكريات الماضي يا جماعه اللي احنا بنحبها دائما وابدا، ذكريات اللي انا عشتها بالسيرفر هذا اللي مستحيل انساها، اللي هي بداياتي بالسيرفر يا جماعه. راح اروح الان على مكان وراح اسكت يا شباب. ايه يا جماعه الخير، اي نعم المحطه الاسطوريه اللي لفت الدنيا ودارت ورجعت لي اصحابي. هاي يا جماعه الخير شوف الان من صاحب هذه المحطه، ترارارام ليجاسي باريو يا جماعه الخير. اي نعم هذه المحطه صارت لباريو يا جماعه اوكي، ايزي بيزي يا حبيبي ايزي بيزي، لان يا جماعه الخير يعني انا شفت الفلوس معي كثير نوعا ما وما يمديني اصرفها باحد، فقلت لباريو اذا في حال باعوا هذه المحطه خلينا احنا ناخذها. او ماي جاد ونرجع ذكريات الماضي، بالفعل هذا اللي صار يا جماعه، والله اني ما اخذها الا لانها ذكريات جدا عميقه يا شباب. المال الحلال يرجع لاصحابه دائما وابدا، تذكروا كويس يا جماعه. هذه المحطه باريو لما ترك السيرفر باعها، لان ما كان يبي يلعب، السيرفر كان مضروب شويتين يعني، فالان السيرفر رجع وباريو يعني نوعا ما حب انه ياخذ هذا جديد، فقلت باريو ابشر. ما راح اخبركم كم دفعنا عليه بالضبط، راح تشوفون مقطع باريو بالكامل يا جماعه، والاحداث كامل عنده راح تكون، راح ينزل مقطع كامل عن هذا الموضوع، ولكن حبيت اخبركم انه فلوسي طارت كذا، لان اعرف مليون تعليق راح يجيني من كانوا فين فلوسك، عرفتوا الان فين فلوسي، اتمنى انكم عرفتوا يعني الان. طبعا كمان في شخص بالفاميلي ساعة، اشخاص بالفاميلي ما ادري شخص والله ما ادري يعني، شكرا جدا لكل شخص ساعدنا والله انكم اساطير، وان شاء الله راح نرجع لكم الفلوس باسرع وقت ممكن. في ناس كثيره جدا داخل الفاميلي جديده يا جماعه، ابي اخبركم بس موضوع بسيط، تفتح الخريطه بتروح على هذا المكان اوكي، تروح هذا المكان بالضبط حرف الاي. اوه هذه سيارة جديدة، اوه هذه سيارة جديدة، سيارة اسمها جديدة. يو مان مان سو ويت ويت بليز ليت مي تشيك ذا كار بليز بليز مان. شباب هذه سيارة جديدة، سيارة اسمها جديدة. يو بليز جيف مي ذا كي اي نيد تو تراي ات. ممكالو حبيبي هلا والله، تعرفني حبيبي؟ طبعا بشوف فيديوهاتك كلها، اسطورتي والله. يا رجل حصلت السيارة، وات ذا هاك بسرعة. ما شاء الله تبارك الرحمن، اصلي والله كفو، اول مره اشوف هالسياره دي ترى بالله. تعطيني المفتاح اجربها على السريع وارجع؟ طبعا طبعا شباب اعطيني المفتاح يا اسطورتي والله. بعطيك بعطيك مفاتيح الشيرون، ثواني خذها والله خذها والله، اتجول فيها وبرجع لك الان. شباب شوفوا السياره، اهل عام يا مدير والله اخذ صوره مقطع عليها يا جماعه. شباب والله رهيبه السياره ذي، والله انه رهيبه، ما توقعت كذا تكون حلوه. انا لاعب 4 ساعات من 50 يعني، ان شاء الله احصلها يا جماعه. ترى راح تروح بعد اسبوع تقريبا السياره ذي، او اسبوعين والله ما اعرف، قبل الهالوين بيشيلوها يعني الزبده يعني. بس شوفوا محلاها يا جماعه، وهو معدلها كمان بلون اسطوري الدمج، حاطين فيها كرسي جيمنج على قول زاك يا جماعه. زاك يعني يقول كرسي جيمنج، انا اقول ايش الكرسي، عن ايش يتكلم زاك؟ ما قد افهم عليه والله. فيا جماعه طلع جالس يقول انه بالفعل كرسي جيمنج والله. شوف كيف تمشي شباب، شوف كيف تمشي يا رجال، السياره اسطوريه اقسم بالله اسطوريه والله كفو. جميله جميله والله نايس والله كفو. خذ بعطيه بعطيه فلوس يا جماعه، الانسان هذا عجبني.
هدية بسيطة مني لك. ايه ده ايه ده؟ والله كفو تستاهل. ملوش لزوم والله تستاهل. لا والله تستاهل. حبيبي ممكن. حبيبي شكرا لك، تحياتي لك حبيبي، يلا سلام. تحياتي لي. والله انسان اسطوري ده يا جماعة، اقسم بالله انه اسطوري يا جماعة، والله العظيم رهيب. الانسان لما يكون لطيف بزيادة انا ما يمديني الا اني يا جماعة اسعده مثل ما يسعدني والله. يا اخي يوميات شرطي بمكانه، توني تذكرتني انا شرطي شباب، والله كنت ناسي ام الموضوع شباب، توني تذكرتني شرطي يا ساتر. شباب الناس الجدد جايين اللعب تجون حرف الاي بتجون لهذا المكان، لان راح اشرح لكم شغلة بسيطة زيادة عن اللزوم الان، راح تسوي هنا ستيت اوفيس عزيزي، راح تكتب هنا 59 لو اي دي تبعي، راح يطلع لك هنا مكانه، راح تسوي هنا كونتراكت، اوكي؟ بس ما تسوي كونتراكت راح يطلع لك كذا وظائف هنا تسوي المهمات هذه، راح تكسب 72000 تقريبا، خليني ادفع لهذه يا جماعة الخير الان اخلص منها، راح تدفع هنا، انا راح اجي اشوف الهيستوري واشيك مين اكثر اشخاص جالسين يسوون، اتمنى تسوون هذه التحديات يا جماعة لانه بنهاية الشهر راح اوزع على 10 اشخاص 500000 يا جماعة الخير، عدد جدا كبير والله. راين ليجاسي. مكالو. هلا هلا شباب. هلا مكالو والله. حبيبي هلا هلا. قسم بالله فيديوهاتك حلوة. يا اخي انت الحلو والله حبيبي. تمر يا بطل. والله شفت هاي الكنز اللي بس عرفته. والله مفضوح مفضوح مالك مكالو مكالو ربك طالعني بالفيديو تبعك. طيب اسمع يلا اسمع معك 5 ثواني قول اي شيء يلا الان حط لايك واشتراك بحبكم اسطورتي والله خلص ابشر بالمقطع دي والله. اوفيسر هذا اوفيسر يا جماعه شرطي نحش عليه ولا لا يا جماعه ميراكم اوفيسر نو نو ام نوت فولوينج اوفيسر ام جونا روب ا ستور اوفيسر ناو ام جونا روب ا ستور اوكي اي بيت يو دونت كوم امزح معي يا جماعة الخير ودك اخبر انه اتحداك ما راح تجي يعني ايزي بيزي والله اوفيسر اسطوري والله لا لا هدي هدي ايش ذا الطيران يا مكالو والله شباب في ناس يتابعوني يقول لك بمكالو انت ما تعرف تسوق عدل ما ادري اي شباب والله عيب عليكم والله اني اسوق عدل والله انا جيت لهذا المكان ابي اشوف يا جماعه سيارتي هاني اللي عرضها للبيع صراحه يا جماعه اللي عنده مصلحه يشتري له سيارته والله الرجال يبكي كل يوم بالليل يقول لك ما حد يشتري سيارتي يا جماعه يعني عشان انا عشان والله عشان مو عشان شيء يعني بس خلينا نشوف اي سيارته هو خلينا نشوف اي سياره هاني يا جماعه الخير الحين حصلنا سياره هاني سنحصلها بعد قليل الان اعزائي المتابعين سيداتي سادتي إيه وين السيارة شباب؟ هذه هي الله حصلتها شباب هذه هي شباب دي سيارتي هاني نلقي نظرة عليها يا جماعة الخير هذه هي اوكي المرسيدس AMG GT سيريز طبعا هذه هي يا جماعة اوكي عرضها ب 6 مليون و250 الف طبعا سعر ستيت تبعها 6 مليون بس لاحظوا التعديلات اللي محطوطة فل 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 شيب تيونينج طبعا باقي لها كم قطعة لازم تحط لها فيها انشورنس 32 يوم يعني والله عيب يا جماعة إذا ما هذا والله عيب يا جماعة شوف بسوي لكم تيست درايف عليها الآن هذه هي شايفين؟ لو معي فلوس كنت اشتريتها فورا هاني بس يعني أنت تعرف طفرنا يعني الآن اسمعوا صوت الطرب شباب اسمعوا يا رجل والله انها اسطوريه شباب دي سياره عجبه بيت ما راح يشتريه اللي راح يساعده يا شباب يجي لعندي انا بعطيه مليون بعدين تمام خلينا نشوف من سعيد الحظ راح يكسب لي السياره ليش يا سي يعقوب تصرخ سيارتي شفتك اعمل نفسك ماي هرب هرب الزبده شباب الفكره من هذا البزنس اللي اشتريناه اللي هو المحطه انه الان صار عندنا شيء موثوق انه نبدل عليه يعني احتمال كبير نبدل المحطه هي ببزنس اخر تماما يعني ونضيف شويه فلوس فوق فبكذا نحن ما بنكون خسرين ابدا حطينا فلوسنا بشيء ضامنين راح يجيب لنا فلوس اكثر بعدين اقوى محطتين بالمدينه صار تحت يدنا هذه محطتي هذه محطه العنبار يعني الجد بار يا جماعه انا بالامس كم طلع هذه ارباحي انا الان ما جالس اعبيها كثير اوكي الزبده في ناس تحب تعرف انا ما جالس اعبيها ابدا بالامس طفت انا يا جماعه والله لما ادخل لعبه وهذا احيانا اصحى منه ما اجي فورا يعني اجي بعد 4 ساعات ما كذا ما جاب لي ادخل لعبه يكون المفروض هاي تكون 45 مليون الان اذا اشتغلت عليه فل 45 مليون اللي مهتم انه يشتري الكايو بيريوكو يا جماعه الخير او حاب انه يبدل معي مقابل شيء يتواصل معي يا جماعه اوكي انا يعني احتمال كبير ابدل بيت الكايو بيريوكو بشيء اخر واحتاج فلوس كمان يعني شويتين فوق يعني بيت الكايو بيريوكو 550 مليون يقدر سعره يا جماعه قول 500 مليون لا تقول 550 والى الان البيت رقم 31 معانا طبعا يا شباب هذا البيت الى الان معانا اللي هو راح نحطه بيت فاميلي ان شاء الله بالقريب العاجل بهذه اليومين الثلاثه يعني بس على ما باري يفطش شويتين انا جالسين كل بيت وهذه الامور يعني عارفين هذا المكان راح يكون عشقي بعد عده ايام يا شباب هذا المكان اللي هو فعاليه الهالوين يا ساتر كم متحمس للهالوين ينزل يا شباب احلى شيء اعيد واكرر احنا بيتنا هنا وشوف الهالوين هنا صاير والله يا شباب نطلع برا بيتنا على الهالوين على طول يا حبيبي ترى في بوابه تطلعك من هذا المكان ثواني اوريكم على البوابه هذه هي البوابه يا جماعه شايفين ذا الباب ذا عند باري مباشره يطلع من هنا يوصل عند الهالوين على طول يا حبيبي يا ليجس يا يعقوب شكرا لك والله كفو تحديات الاوفيس يا شباب لا تنسون اوكي اهم شيء والله ضبطوني يا شباب نضبطكم ايزي بيزي انا اكيد تتوقعون المقطع بدون تفجير باكيجات ما اسمه مقطع انا ما اسميه مقطع والله اللي ما يعرف يا جماعه الخير في عندكم دبل على شحن الجراند كوين يعني الان اذا تشحن شو مكان راح يجيك دبل راح يجيك زياده على الدبل لان في بونس اضافي فلذلك راح تكسب فلوس كثيره اليوم راح نفشر باكيجات بقيمه 300 دولار يا جماعه ولكن انا عندي 987 دولار يا جماعه اقسم بالله رقم اسطوري يا شباب والله انه رقم خرافي يعني شحننا شويتين زياده عن اللزوم هذه المره شحنت هذه المره من عندي شويتين كمان يعني اوكي يعني مو بس كذا من عندي ترى لازم تعرفون شغله انه انتم لما تشحنون ايضا يجيني 10% من سعر الشحن كمان يعني فمو فل فل
كل مره يعني، لما تشوفني افتح ب 200 بكون هذول منكم، ولما تشوفني افتح باكثر بكون انا جايب نصهم وهذه ما فاهمين يعني. فاللي يشحن يا شباب وداخل من طريقي يعطيك الف عافيه عزيزي، لانك تساعدني اصور مقاطع اكثر واكثر بالفلوس هذه. والله شكرا والله يا جماعه الخير، اقسم لكم ما استطيع. فكروا فيني ها لما تشحنون، قول ممكالو الان راح يستلم، والله ابشر ممكالو كذا بيصور له مقطع اسطوري تفجير باكجات. راح افتح ب 300 طبعا، لان ما ودي اصرف كل شيء، بقسم على ثلاث مقاطع. طبعا في هذا الباكج ايضا اللي هو فيه يا جماعه الخير لامبورجيني الستون، في اللامبورجيني ريفنتون يا جماعه سعر 20 هذا يا جماعه الخير الباكج 20 2% يطلع لك ذول. او ماي جاد افتحه ولا لا؟ والله 20 تضرب المخ يا جماعه الخير، ولكن تدرون ايش الحياه، مره واحده نعيشها وما نعيشها. 3-1 ليتس جو. او ماي جاد 300,000 طيبين كثير، بس تدري ايش؟ ما راح افتح منك مره ثانيه لان عندي باكجات اهم بكثير يا شباب. بشرب كم باكج يا جماعه الخير من هذه؟ لان انا عشقي وحلمي تطلع لي ذي. هذه السياره يا جماعه انا بفتح منها ب 100 دولار الان اوكي؟ لان عشقي تطلع لي ذي، انا ابي ذي السياره يعني مهما كان ابي 75,000. يا رب هذا بحظكم كلكم شباب، تكفون السياره. يا اخي تخيل اني اكسب السياره، والله اني بفرح كثير يا اخي. 125,000 اوكي؟ هذه بحظ باريو. احس اني ما راح اكسب ذي السياره، ما ادري ليش ما عندي شعور كويس تجاه هذه السياره. 75,000 هذه بحظ هاني، هذه بحظ هاني يا جماعه. صعبة السيارة دي صعبة، بس ما في شيء صعب الحياة. في ناس كثير ترى حصلوها يا شباب، شفتها معاهم. ايش صار على الليمتد شباب؟ العاب شباب طيروا نصهم والله، يا ساتر. رقم 10 باذن الله راح تكون لي ثلاث مرات، يلا مكان ثلاث مرات. مرة الأولى ثلاث مرات يا جماعة فتح من دي والله، أنت وحظك يا مكالو. رقم 10 مميز والله يا إنه مميز يا شباب، والله يا إنه مميز، وراح ناخذه بإذن الله الواحد الأحد في الجنة إن شاء الله. 100,000 كمان يا أخي، يلا طيب عطني سيارة يا ولد. يا أخي تكفون أعطوني ذي الألباني يا أخي، والله حرام عليكم والله. والله اني ابي ذي الالباني شباب يا اخي، الكاديلاك يعني ايش الالباني انت كمان. 50,000 ايش 50,000 تستاهل عمري 50؟ ما عاد افتح منك يلا ايش. هذول كم ابي ادفع عشان يطلع لي واحده من ذول يا جماعه؟ مليون دولار اتوقع. هذه لعيونكم يا شباب عشان نشوف كم راح نكسب. اقل شيء 200,000 ممكن اكسب مليون. يا رب على الاقل مليون او سياره، مليون او سياره. الله ليتس جو 400,000 ليتس جو يا مدير ليتس جو. اي وات في عندكم ذي كمان، شفت كم شخص حاصل على ذي السياره يا جماعه الخير الفخمه والانيقه والعريقه والكل شيء بالحياه، يا رب يحصل انا كمان اليوم. الى متى طيب؟ الى متى بتعذبوني كذا؟ الى متى؟ 100,000 بس؟ الله يسامحك يا شيخ ويسامح عيالك ويسامح اهلك يا رب. بفتح باكجين من هذا يا جماعه، على الاقل في سيارات كثير، احتمال يطلع لي السياره احتمال لا، بس تدرون ايش؟ 100% البيجاسي ريفنتون. لامبورجيني ريفنتون طيب، ما ابي بيجاسي، لامبورجيني. تعال نسمي الفم اللي عندنا بيجاسي يا جماعه الخير بدل ليجاسي، ايش رايكم؟ وكذا عندنا سبعه، راح نفتح واحده من الالباني كاديلاك. ليش اقولها الباني؟ مدري عاجبني اسم الباني اكثر من كاديلاك يعني. طب على الاقل سياره اليوم يعني، والله مو طبيعي والله. هذا سعر 10 ومعي 810 وراح نكسبها الان. 500,000 هاي السياره دي فخمه والله، من هذا الجيل عندي؟ في حد جاي عندي شاب جاي عندي والله يصطادني، اهرب اهرب من كالو اهرب. والله عزيز سوري مشغول والله. هذه السياره عجبتني بزياده يا جماعه، ليتس جو مره ثانيه عليها الان. تكفى اعطيني السياره دي، والله انه شكلها حلو كمان يا اخي، والله انه كلكم حلوين والله، بس اعطوني شغله. 200 والله يعطيك فلوس ده شباب، ذا الباكج هو الجلتش الوحيد اللي يعطيك فلوس اسطوريه. شوفوا 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 شباب شوفوا الفلوس. 200,000 نايس والله، كذا 10 دولار 200,000 اشوفها رهيبه والله. وات ذا هاك وات ذا هاك السياره، اقسم بالله سمعت صوت السياره شباب. الله سياره وات ذا هاك، حصلت السياره من هذا الباكج نايس، اقسم بالله نايس والله مو طبيعي والله، ما توقعت. ثواني بصور لما بخر بار شويتين. وات ذا هاك او ماي جاد مو طبيعي يا جماعه، لا لا ما اصدق والله اني ما اصدق، لا 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 كذب، لا 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 شباب مو طبيعي، انا اتوقع اني محظوظ بزياده عن اللزوم. لا يعني شكرا لك اللي اجى برا البيت، شكرا لك اقسم لك الصوره، خلتني ادخل الجراج كسبت سياره على طول، والله انك اصلي والله. من هذه اللي برا ثواني بروح لعند الان برا والله، بروح اعطي فلوس يا جماعه هذه اللي برا والله، والله انك تستاهل عيوني كمان. تعال وينك وينك يا زاك فام، زاك تسمعني؟ تعال هذه لانك ربحتني سياره، شكرا لك والله اسطورتي، يلا باي بفضلك ربحت سياره انا. اسطورتي يا عمي اسطورتي، ترى اسمع بفضلك كسبت سياره حتشوف نفسك بالمقطع. يلا ليتس جو ليتس جو حبيبي، شكرا لك ليتس جو. يا جماعه والله اسطورتي ذا يقول لي انه انا كنت اسوي تحديات الاوفيس، انت حولت لي 500,000 بس حسابي على كلابان، فانا قلت له يا جماعه الخير انه ما عليك استمر اكثر واكثر، وهذا الشهر اذا في حال شفت برجع بعطيك كمان 500,000. لا ما فيني يا جماعه، ما يمديني اعطي مرتين 500,000 والله، الاداره بتشقني شق يا جماعه. لامبورجيني اوروس حان وقتك الان تطلع من هذا المكان، لامبورجيني اوروس راح تودعيني الان. منيح وين وريتكم شباب، هذه الطبخه جالس اطبخها لمقطع اسطوري قادم ان شاء الله. هذه ما عجبتني ذي، هذه ما عجبتني والله. او ماي جاد كبيره ذي يا جماعه، ذي اللي احلم فيها والله شباب نايس. دغري بروح لعند ديك سيار بوريكم ايش قصدي يا شباب. لا مستحيل لا والله، دايم يلا حص الاسطوري دايم. انا سمعت صوت جنات والله، كنت اتوقع شباب هذه السياره تشوفون هنا نفس هذا الحجم، شوف الفرق، هذه طلعت كثير صغيره مقارنه بذي. اجل اللي معي احلى بكثير اللي معي، خلينا نشوف يا شباب الان كم في سعرها. 10 مليون بس على الاقل، 10 مليون 6,800,000 ليتس جو. اي ويل تيك ات يا ماني حبيبي، ايزي بيزي والله انا باخذها شباب. الان بحط له احلى تعديله بالتاريخ الان يا شباب، والله بحط لك تعديله اسطوريه والله. انت شوف الصدمات والامين الامين، صدام اليمين والصدام اليسار وكذا يا شباب، والله رهيبه السياره دي والله. دايم يا ولد لو ممكن الحظ يتحسن، دايم يا ولد دايم. اربع مرات شباب حصلتها، اربع مرات ولك ممكن الاسطوره، ما في شيء مستحيل بالحياه مدير، ما في شيء. ليش ما اعطاني الالباني طيب؟ نفتح 10 مرات من الالباني، ايش رايك الان؟ والله تبي الالباني ممكن راح تحصلها باذن الله، انا واثق راح تحصلها. افتح الالباني وصدق راح تحصلها.
هذيك كانت 1% تحصلها، تذكر كويس 1% باذن الله راح تكسبها مكالو. يلا شد لها مكالو، انا واثق راح اكسبها يا جماعه، ما ادري ليش والله انه فيني ثقه راح اكسبها للالباني الان. ليه كاديلاك يعني ما ادري ليش قال لكم الباني كاديلاك؟ يا رب الكاديلاك النيون كذا يا جماعه، والله حلمي فيها. يا رب يا رب تكفوني يا رب يا شباب، يا رب يا بالكاديلاك كاديلاك تكفيني الكاديلاك. كاديلاك يا الكاديلاك 150000 كمان. اوكي كمان راح احاول، احاول ما راح استسلم، انا ما استسلم يا جماعه، انا انسان اكره الاستسلام، انني احاول رغم الظروف، والظروف راح تخليني اكسبها بيوم بحظكم جميعا كلكم. فخلاص راح استسلم اتوقع، وحبدل الباكج بباكج اخر. نزلت خلاص، زلت معه، باقي لي مره اخيره يا جماعه. يا ولد اعطيني السياره. طيب والله حرام عليك، فتحت ب 70 دولار يا اخي والله، يعني هذيك فتحت 30 دولار طلعت لي هذه 70 دولار ليش طيب؟ يا اخي انا ماني مصدق شلون طلعت لي ذي السياره يا جماعه، والله ماني مصدق 1% طلعت لي، مستحيل الحظ يا ولد. خلينا نكسب ذي السياره كمان شباب، هذه ترى شكلها اسطوري والله يا جماعه، بسم الله تعال نحاول فيها ذي مره. يلا ممكن يمديك، تخيل شباب نحصل ذي السياره والله، بفتح منها بالمية اللي معي كمان يا شباب. انا قلت لكم بلا 600 بكمل 100000. اوكي انا اشوفها قليله جدا، بس تدرون ايش ممكن يطلعنا السياره ممكن، والله في ناس طلعت لهم يا شباب والله 300000. اوكي حلوين 300000، بس تدري ايش نبي السياره؟ يا رب نحصل السياره يا رب، تكفى السياره هذه، انا بسميها سياره المستقبل يا جماعه، لان شكلها عجيب غريب، شكلها اسطوري والله. اخ يا قلبي اخ، 1%. طيب راح نفتح واحده يا جماعه الخير من هذه كمان، لان هذه يا جماعه تويوتا سوبرا نسخه الار جي بي خياليه بالسيرفر، فتح منها كذا واحده الان نجرب حظنا. ليش بس 100000؟ ايش ذا الغباء يا جماعه؟ والله قليل. هذه كمان ترى تعجبني ذي يا جماعه، لانه سكولينان هذه الاسطوريه، خلينا نحصلها كمان الان. والله ما برفض ابدا. يلا يا الكاديلاك، 3 مرات بالكاديلاك شباب، لسه متامل بالكاديلاك ما ادري ليش والله. كاديلاك 3 مرات باقيه، كاديلاك تكفيني الكاديلاك، اطلعي لي يا اخي اطلعي لي. نو واي يطلع لك الكاديلاك، نو واي يا حبيبي، تحلم في سابع احلامك الان. اوكي شباب كذا بكون صرفت كل الفلوس اللي معي، خلاص راح اوقف هنا يا شباب، لاني اذا كملت راح اتور على الفاضي. اهم شيء دائما وابدا نطلع خلاصه بسيطه، هي انه نطلع بسياره يا جماعه، والسياره اللي طلعت فيها انا جدا فخور بهذا الاداء يا جماعه، حتى اني بشيلها وبروح بعدلها مباشره لانها رخيصه جدا. مكتوب فيها جوا جراند يا جماعه، شوف الجراند، لا مكتوب جراند بالداخل، والله يا شباب بروح احط لها التعديله، بعمركم ما شفتوها يا شباب، انا في لون اسطوري ببالي احطها. اوكي شباب مشينا نعدلها ونشوف يا ترى اذا يا ترى راح تصير مناسبه ولا ول هذا شلون كذا يطير يا شباب، هذا ايش صار فيه؟ طاح بالمريخ ذا ايش فيه؟ اوكي شباب جينا على مكان التعديل الان، ليتس جو. لا مشغول ذا المكان، تكفى يا ولد. هذا كمان او ماي جاد، سيارتين بالداخل جالسين يعدلون الاثنين، ولا ايش مسكرين على بعض ولا ايش في؟ ما فهمت ايش ذا. في شخص يا جماعه الخير جالس يسال وين بيت الفاميلي يا شباب، عندنا ديسكورد خاص موجود بالوصف راح يكون طبعا، زائد هناك شارحين كل شيء، ولكن اذا حاب تعرف تفتح الجوال تروح على هنا الاشاره هذه، تنزل تحت تحط هاوس وتحط 1401 يا جماعه، تضغط هنا انتر وراح يوديك، والبيت الفاميلي راح يكون عندنا في هذا المكان بالتحديد، هذا هو بيت مايكل. بيت مايكل كلنا نعرف بيت مايكل، ابن طول القصه يا شباب، فراح نعرف انه هذا هو بيت مايكل. يعني جيت لعندك مصطفى صار زمان ما جيت، اعذرني بس والله كل مره يعني اشوف المشوار شوي بعيد يعني. هذا اللون الثاني، لون الدولاب هني لازم نحط على دولاب حلو والله الان. طيب بس بالخير بنعدل والله. دخي هذه السياره ايش اسمها؟ 23 هني اسمها، بس دي على السريع الان. AMG GLE 63 كوب، هذه السياره مشهوره باللون الابيض يا جماعه الخير، او الاسطوري الازرق او الاحمر كمان مشهوره. ما جالس اشوف الان في عندك منها، راح احط لكم على الشاشه، في عندك هذا اللون عليها اللون الاحمر يا شباب، في عندكم ذا اللون ايضا اللون الازرق، والله اللون الازرق عجبني بس المشكله ما ابي اطيح في ذا الازرق كل مره. في عندكم اللون الاخضر كمان يعني راح تشوفون على الشاشه هنا، اللون الاحمر ذاك خرط مشته كثير والله، شلون حط اللون الاحمر ذاك؟ يا بنفس هذا اللون والله، نفس اللون. OMG يا شباب لو زبطت والله. هذه التعديل الاولى اللي حطيتها يا شباب، ثواني خلينا نراجع بعدين نرجع نقرر ايش راح نسوي بالتعديل. شوف ذا اللون الاحمر اللي فقعته اياها يا شباب الان، بس احط لي مات في جلتش شباب، صار مو اللون السياره ذا، ثواني ذا قلت اشتري يا جماعه، مو كذا انا حاط اللون هذه يا جماعه الخير التعديل الاولى، يب كذا لازم يلمع شويتين الان، حطيتها نفس اللون اللي احنا متعودين عليه نوعا ما. والله شكلي بخليها بهذا الشكل يا شباب، احسها كذا اسطوري والله، انا كذا متعود اشوف شكلها احمر يعني. دون يا شباب راح اخليها بهذا الشكل، عجبتني كثير كذا مع اللون الاسود جاي فخمه بشكل، بس لازم نحط عليها الدولاب اسطوري ونعدل ذا الدولاب لان بالليل راح يضوي يعني، وايزي بيزي يعني بركب لها دولاب ان شاء الله. اللي ما تعرفونه شباب انا اجلس احيانا ساعه بالكامل ادور سبوت مناسب لتصوير السياره، اذا في حال حبيت احط سياره احيانا يكون امام بيتي احيانا يكون باخر الدنيا، فالموضوع جدا صعب ما اخب عليكم، ولكن احاول اخذ هذه السياره صوره حلوه واحطها راح تشوفونها بعدين يعني. شباب انحطت باللون الاسود والله كمان حلوه باللون الاسود للامانه يعني. الله عليك يا مام كالو يا اخي، اعشق السيارات لما يكونوا بهذا الشكل يا جماعه، والله اني اعشق السيارات كذا والله. حان وقت الهمر نحط لها لون اسطوري الان يا شباب، عشان يعني تعرفوا جاء الهمر حرام تكون بهذا الشكل والله، اني مشكله الهمر راح تكلفني كثير الان، بس ما عليه لعيونكم شباب، هي كلها لون يعني راح احط لها لون راح ارجع. اغلب الالوان تجي عليها لون ابيض يا جماعه ذي، او برتقالي حتى، برتقالي عليها اسطوري طالع، ليتس جو شباب ليتس جو البرتقالي، والله ما عندي سياره برتقاليه يا شباب. شوفوا شباب سيارات الشباب العاب، سام تسمعني سام؟ طلعت لك ذي السيارة بالباكج يا سام؟ لا والله اشتريتها شريك. والله كفو، كم شريتها؟ 5 مليون. نايس والله اسطورية والله، كفو. حلوة. اي والله حلوة حلوة. فوت فوت قبل وقت. لا والله بدي اروح على مكان ثاني، لا والله بس جيت هيك شفتك موجود هون بدي اشوف شوي السيارة مع
امين حبيبي. لا لا ما عندي شيء انا فوت روح. لا والله لا تفوت حلفت. لا لا خلاص لا تحرجني يا رجل. حلفت مش لا تحرجني لا تحرجني والله اصلي والله العظيم اعطاني مكان شباب يا اخي اسطوره يا شباب. لايك لعيون سام يا شباب. اوكي لايكات لعيون سام والله اعطاني مكانه يعني. 2000 years later هذا شكله طبعا والله سام تاخذ مكانك يا سام. انا نمت نسيت بروح من المكان والله. هذا نام جوا هذا والله حاط فرشه نايم هذا جوا والله طول كثير. اي والله خلاص خلاص خذ مكانك انا بروح مكان ثاني. هذاك طول كثير يا شباب ايش ذا الغباء يعني مو طبيعي. يعطيك العافيه صلاح خلايله. صلاح تسمعني ما رد يا جماعه كان بيستلم رزقه الان ابو 100,000 ما رد. يلا راحت يعني ترى المرات القادمه. جاء جاء صلاح جاء يا جماعه جاء والله والله جاء صلاح والله. يعطيك العافية اشتغل استمر الأفضل إن شاء الله. جاء صديقنا اللي كان هناك كمان العام جاء برتقالي ونعتمد برتقالي. الله عليك يا البرتقالي شد انتباهي شدني 230,000 على التعدي. شباب ما بعدي لها أكثر من كذا لأن والله أني جالس أطفر خلاص بطلع بطلع. يلا شباب حطيت هذا اللون لأن شفت الصورة يعني على جوجل شفتها موجودة دي الصورة. دائما صرت بحط ألوان واقعية أكثر على السيارات يعني بنفس الوقت تكون حلوة. شوف الآن برتقالي أحسها منطقية كثير وحلوة يعني كهمر. نعرف الهمر أحمر برتقالي أحيانا يجي لون أبيض بكثير مرات يعني أحيانا أسود بس يعني اكثر شيء برتقالي انا اشوفه والله. شوف ما استراحت شباب تروح تيل لوحده على المكان اللي بحط عليه الان. لا مستحيل صح. العاب يا مدير. او ماي جاد نايس وان شباب بهذا المكان. انا حاب اخبركم شكرا جدا لكم على متابعتكم لهذا المقطع يعني يعطيكم الف عافيه يا جماعه. ان شاء الله بكملكم مقاطع اكثر واكثر بالايام القادمه يعني. السلام عليكم كما كان محمود من قناه ممكالو. في امان الله يا جماعه الخير بمقطع قادم اسطوري. تعالوا كلكم للسيرفر لا تنسون الرابط موجود بالوصف يا شباب. في عندكم فعاليات جدا اسطوريه جراند كوين بالهبل بدك تفجر باكجات لوحدك عزيز. ايش مستني بس فهمني ايش مستني اضغط رابط تعال. السلام عليكم يا جماعه باي باي.